بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي انا بعتذر لك للمره الثانيه للاسف الشديد في معزه بنت حلال مصفي، قررت ان هي تقرر تطلع الشعور الخاص بيها وحالات المامه كتير في الوقت اللي انا قررت اصور فيه، فانا بعتذر لك يا عزيزي. يعني بصور الساعه 6 الصبح برضه المعزه سايبه الدنيا كلها وجايه تنونه جنب الحته اللي انا بصور فيها، بس مفيش مشكله عزيزي. الف مليون مبروك للنجم المغربي وليد شديره نجم باري الايطالي على صفقه انتقاله الكبيره جدا لفريق نابولي. يا اسطى صفقه انتقال كبيره لا مؤاخذه، يعني لما تجيبها من تحت خالص في الدرجه الثانيه في ايطاليا مع فريق باري ومره واحده تنط نطه كبيره زي نابولي، دي صفقة كبرى. وانت بتتكلم على نابولي بطل الدوري الموسم اللي فات، انت بتتكلم على كفارة يا سلام، وسيمين يا سلام، بتتكلم على زينيلسك يا سلام، وان شاء الله وليد الجديرة يبقى انتهى الكلام واحلى كلام. يعني هي ماشيه مع القافيه وليد شديره، بس انا بالنسبه لي صفقه وليد شديره هي انتقال مهم بالنسبه لنابولي، وانتقال بيقول شويه انه سيمين ممكن يمشي السنه الجايه عادي جدا، وانه سيمين يتم رحيله الموسم القادم عن فريق نابولي، وده اللي ممكن يحصل، وده اللي كان هيحصل السنه دي عن طريق التخفيله اللي كان عايز يعملها فريق الهلال السعودي، ولكن الهلال السعودي فشل في ان هو يقنع دولرينزو ان هو يبيع وسيمين. فدولورينزو قرر ان هو ينزل تحت كده يبص على واحد مهاجم عمل ارقام محترمه، فلقى وليد شديره مع باري مسجل 17 هدف، قال لك هو ده هو ده، وعشان يبقى تحت عنا هنجيبه ونعيره. ما احنا مش هنقعد دكه لوسيمين، ما ينفعش الكلام ده، مش هنقعده دكه لوسيمين ومش هنقعده دكه لابن سيميوني، لا يا باشا احنا نجيب وليد شديره ونعيره هو فريق اسمه فريزوناني. هم الطليان كده عزيزي عندهم شويه اسامي غريبه كده ما تعرفش تقراها الا لو قررت ان انت تحط الحته الايطاليه اللي جواك. فريزوناني هو الفريق ده اللي يلعب في وليد شديره، الفريق ده يلعب في الدرجه الاولى السنه دي في ايطاليا، يلعب في الكالتشيو، الفرقه دي كانت بتلعب السنه في الدرجه الثانيه وقدرت ان هي تصعد وقدرت ان هي تكون موجوده في الكالتشيو، فالف مبروك للفرقه والف مبروك لوليد شديره، وان شاء الله يقدر ان هو يثبت نفسه ويثبت ان هو لعيب هداف. وليد شديره لعيب هداف، بس كان عنده حظ سيء كده مع المنتخب المغربي. الراجل ده مهاجم صندوق عالمي، والراجل ده عنده سرعات كبيره جدا يعرف ان هو يشتغل بيها كشغل لعيب 9.5، فالراجل ده لا مؤاخذه بروفايل مهاجم متكامل، فيقدر ان هو ينجح في روزونوني ويقدر ان هو يثبت نفسه وان هو مهاجم يعرف يلعب في نابولي ويعرف يكمل السلسله المميزه اللي نابولي عليها. وبعدين هم اصلا المدير الفني بتاعهم سباليتي مشي ودلوقتي مسك المنتخب الايطالي، فان شاء الله وليد شديره يقدر يعمل حاجه مع فريق فريزونوني ويثبت ان هو صفقه ناجحه لنابولي، لان نابولي اشترى وليد شديره 5 سنين، فهو قرر ان هو يعيره اول سنه وبعد كده يشوف المستويات بتاعته في الكالتشيو هيقدر يقدم ارقام زي اللي كان بيقدمها في الدرجه الثانيه ولا الدنيا تبقى عامله ازاي. فانا اتمنى ان وليد شديره يقدم ارقام عاليه في الدرجه الاولى، وان شاء الله يقدر ان هو ينجح نجاح باهر مع فريزونوني ويجبر نابولي على ان هم يضموه السنه الجايه ويكون من ضمن العناصر الاساسيه. وليد شديره مهاجم يستحق كل الاحترام، وراجل عامل ارقام محترمه في الدرجة الثانية في ايطاليا مع فريق باري، الموسم اللي لعبها مع باري كان بيقدم ارقام محترمة وكان بيقدم اهداف بطرق كتير، ممكن تقعد تتفرج على الاهداف بتاعته تحس ان الراجل ده مهاجم سفاح، بس هو مع منتخب المغرب ما كانش موفق شوية في كأس العالم، فان شاء الله خير بالنسبة للاعب ويقدر ان هو يعمل حاجة مع فريقه ومع المنتخب المغربي. وهي دي حكاية وليد شديرة ونابولي. اهلا وسهلا بيك مع نابولي يا وليد ان شاء الله السنه الجايه، انما السنه دي اهلا وسهلا بيك في الكالتشيو الايطالي. شفت يا معلم ما صعدتش انت السنه اللي فاتت مع باري، جبناك احنا وصعدناك غصب عن باري وسيبنا فرقه باري تحت وانت اللي بقيت موجود في الدرجه الاولى. اهلا وسهلا بوليد شديره في الدرجه الاولى الايطاليه او الكالتشيو او السيريا ايه في ايطاليا. ولو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش فسؤال الحلقه كم مره ظهر صوت المعزه معانا في الفيديو.